السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هفرجكم على اللعبه دي. اللعبه دي كانت موجوده عندي من زمان، هي عباره عن حلبه سباق بنمشي عليها العربيات، كنت جايبها من الدمام. زي ما انتم شايفين كده، بنركب اول حاجه الحلبه دي، وبعدين بنعمل عليها سباق بالعربيتين دول، العربيه الحمراء والعربيه الصفراء. هفتحها معاكم دلوقتي واخدكم على قدها. قطع الطريق والريموتات والعربيات بتاعت اللعبة دي، الريموتات اللي بنمشي بيها العربيات دي، هنا العربيات والصور اللي هنحطها على الطريق، ده هنا الكتالوج اللي بيورينا ازاي هنركب اللعبة. هنا طريقة التركيب اهي. هنبدأ نركبها، نبدأ نركبها اول حاجة زي ما مكتوب هنا. دي بحدات الطرق اللي احنا هنركبها، في كذا شكل، في الشكل ده هو زي ربع دايرة اللي هو الشكل ده، المفروض جاي منه 12 قطعة. وفي كمان عندنا الشكل ده، الطريق المستقيم ده اللي انا هقوله لكم. ده شكلها. احنا بنوصل الاسلاك بتاعت الريموتات بتاعت العربيات. هنا عندنا دي الريموتات اهي، وهنا دي الحاجات بقى اللي هتتركب على الطريق زي الكوبري والحاجات دي. العربيتين اللي جاي معاهم، العربيتين دول، العربيتين دول اللي هنعمل بيهم سباق. بنوقف العربيتين على الطريق كده وبنجريهم بالريموت. كمان عربية لونها أحمر، ودلوقتي هنركب الطريق ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. زي ما انتوا شايفين كده، انا هنا بدأت اركب الطريق، ركبت جزء كبير منه. بصراحة انا شايف ان اللعبة سهلة قوي في تركيبها، وكمان يعني ما بتواجهش في صعوبات كتيرة. بنحط، بيبقى في اعمدة كده بنحطها بنثبت فيها الطريق عشان يترفع لفوق.
زي ما انتوا شايفين كده. هنا انا بدأت اركب اللي هي الجسور اللي بتبقى على الطريق، وقربت اخلص خلاص الطريق. بثبت بقى هنا الطرق علشان العربيات تعرف تمشي عليها. زي ما انتوا شايفين كده هنا انا قربت خلاص اخلص الطريق، او يعتبر خلاص خلصته. وده هنا الطريق بعد ما تركب. وهنا انا وصلت الريموتات خلاص، وعشان نجرب العربيات هنشوف بقى العربيات هتمشي ازاي. احلى حاجة في العربيات دي ان هي بتمشي بسرعة خالص على الطريق، ويعني ما بتبقاش بطيئة، يعني لو دوسنا على الريموت بتمشي بسرعة. هنا بدأت أجرب العربيات. دي العربية الحمراء، زي ما قلنا كده هي بتمشي بسرعة على الطريق. اللعبة هنا ان فيها اكتر من جهاز تحكم، او فيها اكتر من عربية، يعني ممكن اتنين يلعبوا بيها ويعملوا بيها مثلا سباق يلعبوا بيها مع بعض. هنا انا جربت العب بالعربيتين مع بعض، بلعب فيهم في وقت واحد، يعني كل عربية بتتحط على طريق وبنبدأ نلعب بيهم. Thank you.
وبكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناة. وياريت لو عايزين تسألوني عن اي حاجة اسألوني على صفحتي في الفيس، صفحة كوكب السيارات. ومع السلامة.